وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا حسين خضر، عضو مجلس مدينة هيدنهاوزن الألمانية. أستاذ حسين، بعد التحية، بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة الألمانية لحل المشاكل، مشاكل الغاز في البلاد، لحل مشاكل، لإيجاد يعني لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل الغاز في البلاد، كيف هو الوضع الآن في ألمانيا؟ تحية لحضرتك كل السادة المشاهدين. طبعا ألمانيا منذ بداية الأزمة كانت متوقعة أن روسيا هتتخذ خطوات ضغط كتيرة جدا زي اللي حصل من فترة بتعطلهم حتى التوصيل من خلال نورد ستريم، والأمور دي كلها كان معمول حسابها بشكل جيد جدا. بدأت ألمانيا من البداية خالص انها تنوع مصادر الطاقه بتاعتها، وده شفناه في لقاءات ومقابلات كثيره جدا وزيارات وعقود تم ابرامها سواء مع دول عربيه او دول في شمال افريقيا او دول افريقيه وبعض الدول الاسيويه، الى جانب طبعا التعاون مع بعض الدول الاوروبيه اللي تقدر هي كمان انها تزود دول زي المانيا بالغاز الطبيعي. شفنا كمان في تضامن اوروبي بشكل كبير جدا ان الدول اللي عندها كميات كبيره من الغاز او عندها فائض انها تدي الدول اللي محتاجه. شفنا تفعيل لبعض محطات التوليد من خلال الطاقه النوويه في بعض الدول الاوروبيه زي فرنسا. شفنا بعض الدول زي المانيا بدات تشغل المناطق محطات التوليد من خلال الفحم. كل دي اجراءات الى جانب طبعا كمان خطه توفير وادخار للغاز كانت برضو بقالها حوالي 3 شهور او شهرين ونص. خطه جيده جدا قدرنا من خلالها النهارده ان احنا نملى المخازن بتاعتنا كلها بالكامل بحيث نبقى مستعدين وجاهزين للشتاء اللي جاي. في بعض طبعا المشاكل اللي موجوده حاليا في السوق اللي هي موضوع ربط السعر، وده في خطوات الفتره اللي جايه من خلال تدخل حكومي بحيث يكون في تقليل لسعر الضريبه الى جانب ربط سعر السوق من خلال تدخل حكومي. يعني دي كلها اجراءات جيده جدا بتحاول الحكومه ساعيه انها تحاول تربط السوق وفي نفس الوقت انها تدعم المواطن على قد ما تقدر ان احنا نعدي الشتاء ده بس. وانا اقدر اقول لحضرتك يعني الازمه دي موجوده الشتاء ده بس، بعد الشتاء ده مفيش ازمه في الغاز الطبيعي هتبقى موجوده في المانيا، وده طبعا من خلال تعاون المانيا مع اصدقائها وشركائها سواء بقى بنتكلم على دول عربيه او دول افريقيه او بعض الدول الاسيويه. نعم، لعلك تشير الى زياره المستشار الالماني الى دوله الامارات امس، ولكن هناك اجراء اتخذه أصحاب المخابز في ألمانيا بتخفيض ساعات العمل لارتفاع أسعار الغاز في ألمانيا، مردود هذا القرار؟ يعني هو طبعا بتحاول مؤسسات كتيرة جدا مش المخابز بس هو إنها تشتغل بالشكل الضروري أو اللي هم محتاجينه. وفي نفس الوقت الأسعار مسببة لبعض المؤسسات الصناعية والتجارية مشاكل وما نقدرش ننكر الكلام ده كله، وبناء عليه أصلا كان هنا في التوجه الحكومي بخطة الادخار إن احنا ما نوصلش في الشتاء إن احنا نضطر نقفل بعض خطوط الإنتاج أو بعض المؤسسات إنها ما تقدرش تشتغل بسبب عدم توافر الغاز أو حتى بسبب سعره ما يبقاش مناسب لسعر المنتجات اللي هم بينتجوها ويوردوها للسوق. وبالتالي كان مهم جدا إن يبقى في على المستوى الحكومي حاليا تدخل سريع، وده هيحصل الايام اللي جايه لربط السعر علشان المؤسسات اللي حضرتك ذكرتها زي المخابز وغيرها او حتى الشركات الكبيره جدا تقدر انها تحافظ على سعر المنتج بتاعها، وفي نفس الوقت تقدر انها تكمل شغلها من غير ما تخسر. لان النهارده لو سعر الطاقه في اي شركه بقى 200% 300% 400%، وفي نفس الوقت الشركات دي والمؤسسات دي مرتبطه بعقود طويله والاسعار في العقود دي ثابته، مش هيقدر النهارده ان هو يلتزم بالعقود والالتزامات بتاعته. وبالتالي عندنا مشكله صغيره موجوده، ولكن الحكومه بتسعى جاهده في حلها، وهنشوف التدخل الحكومي الايام اللي جايه ربط سعر الغاز في سوريا. نعم، الاستاذ حسين خضر عضو مجلس مدينه هيدنهاوزن الالمانيه كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.